واحد من نجوم مصر وعدت حضراتكم بيه، واحد من الناس المحترمين قوي، واحد من الناس النضاف قوي، واحد من نجوم النادي الاهلي ونجوم منتخب مصر، حائز على بطولة امم افريقية، من المحترمين جدا في الكورة واللي تحب تسمع تحليله. طبعا احنا اصدقاء وزملاء ملعب من زمان معايا ومع حضراتكم كابتن مصر كابتن سمير كمونة. يا مساء الفل عليك يا نجم النجوم. معاك منور يا حبيبي، وحشني جدا. الله يخليك يا كابتن سمير، ازيك انت وازاي احوالك؟ ربنا يخليك، الحمد لله. عامل ايه يا تامر؟ وحشني جدا ومتألق دايما، ومبروك، ربنا يوفقك ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وان شاء الله باذن الله كده يعني الدنيا تفك كده شويه وان شاء الله نتقابل على خير انا وانت، بقالنا كتير قوي ما شفناش بعض. من ايام ليبيا مع بعض كتير. احلى ايام. لا، شوفك طبعا بشرف حبيبي، انت اخويا. حبيبي يا كابتن سمير، شفت ماتش مصر النهارده ازاي مع توجو يا كابتن؟ والله النهارده كانت مع توجو، هي كل القصه اللي انت محتاج ان انت تكسب، ده رقم واحد. تمام. الاداء ما كانش مقنع شويه، اداء ممكن يكون متوسط من ناحية فنيه، غياب يعني حوالي ما يقارب عن سنه، كل تمام. اللعيبه يعني مفيش تجانس، في لعيبه كتيره ما لعبوش مع بعض، وكمان اتفاجئنا بفرقه توجو، فرقه كويسه جدا، عندها لعيبه محترفين في اوروبا وفي الخليج، فتحس ان المباراه النهارده برضو كانت صعبه، ان ده اول فوز لكابتن حسام، وتقاسم النقاط 5 نقاط مع جزر القمر، ومتساويين في النقاط في الاهداف. مباراه النهارده في الاول والاخير انت محتاج 3 نقط عشان تخش في صداره المجموعه، عبرت الماتشين مع كينيا تعادلت، مع جزر القمر تعادلت، فمحتاج النهارده دفع لقدام اللي هي 3 نقط، وبالفعل ده حصل. وشفنا كابتن حسام لما صرح، يعني انا يعني كنت متوقع ان فريق توجو تكون بالحاله الجيده دي، هم فعلا كانوا فرقه كويسه وراحوا للجون اكتر من مره، والشناوي انقذ هدف محقق. وفرقه منتخب مصر الحقيقه في النهارده مكاسب، محمد تاني، عندك الونش، عندك ابو الفتوح، يعني مصطفى محمد، كل اللعيبه مع الشناوي. طبعا اللعيبه دي كانت مكسب النهارده، بعد المباراه تحس ان في مستقبل لمنتخب مصر، اللعيبه اللي هي ادت اداء راقي جدا ومع صغر سنهم، وقدروا ان هم يعني يستفيدوا من خبرات اللعيبه اللي موجوده، النني وعبد الله السعيد وتريزيجيه وحجازي وكل الناس اللي كانت موجوده كخبرات في الملعب، قدروا ان هم يستفيدوا من ده. دي مكاسب المباراه النهارده، لكن المباراه النهارده متوسطه المستوى حيث الأداء الفني، لكن في الأول والأخير بنقول إن الفوز هو يعني الشيء الأساسي اللي إحنا يعني كنا عايزينه، وده اتحقق، إن أنت تخش على صدارة المجموعة. إحنا برضه عايز أقول لك يا تامر، برضه يعني لازم نروح بطولة أفريقيا، ما ينفع منتخب مصر بس بطولة أفريقيا. طبعا أنا وجهة نظري إن ال3 نقط النهارده كانوا هم الأهم. وانت عارف ان في كرة القدم في القاموس لما بيتكتب التاريخ، المباراة والنتيجة ما بتكتبش الأداء، فدي مهمة جدا. ان شاء الله الفترة اللي جاية يكون في تجانس أكتر من كده. انت عارف ان السنة كتير قوي، طبعا لما لعيب يبعد سنة مش شايف زميله في المنتخب، ما بيلعبش جنبه النهارده، يعني تحس ان الونش النهارده أول مرة يلعب مع مصطفى محمد في المنتخب، أول مرة يلعب مع صحيح مرة يلعب مع هاني، صحيح فدي برضه نقطة أنت تاخد بالك منها كلاعب كورة، يعني برضه بعكس مثلا أي حد يتكلم، لا لما بتيجي تتفرج بتبقى شايف حاجات برضه يعني عايز أقول لك واضحة جدا للناس اللي هي لعبت كورة ولعبت منتخب، وشايفة إن لما يكون في تجانس يبقى الأداء بيبقى أفضل. بس الناس زعلانة أبو سامة على الأداء، يعني في ناس كتير جدا مش مبسوطين. ما هو الأداء
رقم واحد ان انت مفيش تجانس يا تامر مش هيبقى فيه اداء، لان التجانس بيخلق فرص وبيخلق وانتوهات وبيخلق مهاره وبيخلق فرصات ولعب جماعي واستحواذ، هو ده التجانس. او بأضاء بمعنى اضاف شويه ثبات التشكيل زي ما انا قلت لك من شويه، في لعيبه اول مره تلعب مع بعض، صحيح. فالاداء برضه بيتاثر شويه، الاداء الفني بيتاثر شويه، لكن الفتره اللي جايه او الماتش اللي جاي ممكن يكون الاداء افضل. احنا عندنا يعني هنرجع هنقابل توجو كمان 3 ايام يعني، يوم الثلاثاء وصعوبة اللقاء ان انت هتسافر طبعا، الطيران لتوجو صعب، بلد بعيدة، عدد ساعات طيران طويلة، انت لاعب النهاردة، ف يعني اليومين اللي هو هيبقى بكرة وبعده اعتقد ان دول هيبقوا استشفاء بس يا كابتن سمير، يعني كابتن حسام مش هيقدر يعمل فيهم اي ملامح تكتيكية. طبعا المباراة يوم الثلاث، فانت مفيش وقت، انت ما يعني ما فيش وقت، انت برضو زيك زيهم برضو، هم في مصر يعني ممكن يسافروا في طياره واحده، طبعا فبتهيألي الوضع هيبقى صعب على الفريقين، لكن الاستشفاء طبعا هيتعمل بشكل كويس. انا عارف طبعا منتخب مصر عنده امكانيات وعنده الفكر ان هو يعمل استشفاء كويس جدا، ومش هيبقى فيه احمال ولا هيبقى فيه تمرين قوي ان هو يقدر ان هو يستفيد بكل اللعيبه قدر الامكان، بكل قوه كل لعيب في المباراه دي، لان المباراه بالنسبه لنا مهمه جدا. طبعا طبعا مباراه مهمه، فرقه محترمه خلي بالك، وعلى ملعبهم بشراسه اكتر من كده، برافو عليك. والجو الاتموسفير اللي موجود هناك واخدين عليه، ويقدروا ان هم الاداء الفني بتاعهم هيبقى افضل من هنا، لان هم فعلا النهارده كانوا هيحرجونا اكتر من مره، لكن الشناوي كان متالق مع خط الظهر الحقيقه عمل شكل كويس جدا. الاداء زي ما اتكلمنا اداء متوسط، نتمنى ان هو يكون افضل من كده المباراه اللي جايه، عشان احنا برضو منتخب مصر صحيح. عندنا خبرات وعندنا لعيبه عندها خبرات وعندنا لعيبه محترفين. طبعا بعد غياب فينا الكبير محمد صلاح نتمنى له الشفاء العاجل ان شاء الله، ان شاء لكن الله. في خليل الكوب عندنا، تريزيجيه وعندنا عبد الله السعيد وعندنا زيزو، الحقيقه عنده شخصيه قويه في الملعب و مهاري، ابتدى النهارده يشتغل على الجنبين شويه في الجنب الشمال وشويه في الجنب اليمين مع التبادل مع الاتجاه، من الاختيارات اللي كانت موفقه جدا الكابتن حسام زيزو، بقى له اكثر من سنه ماشي كويس بشكل كويس مع نادي الزمالك، ان شاء الله يكون اضافه لينا برضه الماتش اللي جاي باذن الله. طبعا بالتأكيد محمد صلاح أثر على أداء منتخب مصر النهارده، ما فيهاش ولا كلمة، يعني واحد من أفضل اللعيبة اللي موجودين في العالم، مش في مصر ولا في أفريقيا بس. أداء منتخب مصر، أداء منتخب مصر قل بنسبة قد إيه يا كابتن في عدم وجود صلاح؟ عجبك أداء الحكم النهارده؟ أداء مين؟ الحكم الشمال واليمين من الاطراف كويس قوي، لكن جوه ال 18 ما عندوش فكره. غريب قوي يا سمير،
اول مره اشوف حكم بالمنظر ده. انا بقول لك اهو، هو انا خايف قلت يدي لك ولا اهو في ياسر الكورنر، نير؟ هو في الفاولات كويس، اه في الاوتات كويس، في الكورنر كويس، في المصايد مع هو الاثنين، مع بيشوف كل الاثنين حاجه الا ضربات الجزاء. ايه ده جوه ال 18 ملوش، انا مش عارف ماله النهارده يعني، يمكن يا اكيد كابتن ما كده حضرش بسبب كده. يمكن ما حضرش المحاضره بتاعت ضربات الجزاء. لا ده ما خدهاش اصلا في القاموس مش عندي. كده برضو؟ ما امتحنش ما اعرفش. لا، حكم ضعيف جدا داخل ال 18، ما عندوش رؤيه، ما عندوش سنس باللعيب، شكله ما كانش لعيب كوره يعني. اه لينا ضربه جزاء لتريزيجيه، ولينا ضربه جزاء لرمضان صبحي طبعا واضحه جدا، وكانت ممكن تفرق معانا قوي في نتيجه المباراه. الواحد ويتفوق كنا الفرقة كده كمان، صح؟ وتفوق الفرقة كمان. هو الفرقه انت هتكسب، لانه الكسبان على معاك فرقه تكسب، فاحنا مستريح يعني. مصر كلها تقول لك كابتن حسام البدري كان عبقري النهارده لو كان كسب برافو عليك، 3-0، صح ولا لا؟ صحيح والله. برضه الاهداف والشراسه الهجوميه لما بتكون مستمر وعندك شكل في الثلث الهجومي بالنسبه لمنتخب مصر، لا كان هيفرق. ومحمد صلاح برضه لو كان موجود كان هيفرق، كان هيطلعه كابتن حسام نجم الموسم. صحيح لكن برضه معلش انت بتاع كده كويس، بس الحكم اثر برضه على نتيجه المباراه شويه بعدم احتساب ضربه الجزاء او اثنين يعني، واحده رمضان مؤكده والثانيه تقريبا لتريزيجيه. تمام. سؤال بعيد عن المباراة يعني، طبعا أنا عشرة الكابتن سمير كمونة بشكل كبير طبعا، سيبكم من الصداقة يعني حطوها على جنب دي، إنما على مستوى التدريب هو واحد من أكفأ المديرين الفنيين اللي أنا شفتهم بصراحة يعني، سواء في ليبيا سواء في تجاربه هنا في القسم الثاني أو في الدوري الممتاز. وتجاربه في الدوري الممتاز ما بتكتملش. ليه؟ الإجابة عند الكابتن سمير كمونة. ليه يا كابتن التجارب يعني العجلة ما بتلفش لفتين على بعض يعني، بتمسك وبعد كده، وفي أقل منك بصراحة كتير يعني، يعني تلاقي مديرين فنيين بيهبطوا فرق وبيكملوا، وانت بتبقى مكسر الدنيا في الدوري الممتاز يعني مش عارف الإجابة عندك. اولا ده نصيب يعني، كل واحد بياخد رزقه وكل واحد بيتحط في المكان اللي ربنا قسمه له. تمام انما انا لما مسكت الرجاء عملت شكل كويس جدا، طبعا. وعملنا اداء هايل، وكنا في الدوري الممتاز وكسبنا الاهلي، وعملنا ماتشات ومقصه، وعملنا ماتشات كويسه جدا. لكن بعد كده الفرقه كلها اتباعت اه يعني، لما تالقوا معايا ال 10 لعيبه بالحارس، ال 11 لعيب كمان كلهم راحوا انديه كويسه، واخد بالك؟ فدي اثرت علينا برضو، اثرت على الفريق، فبالتالي انا مشيت، فما كانش في عندنا الامكانيات تاني ان احنا نجيب لعيبه